لعبة جديدة، مقطع جديد في قناة خالد فلوكس. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير، ورجعنا لكم فيديو جديد، فيديو النهاردة لرياكشن تحدي. مش اي حاجة النهاردة غير اللي احنا نلعب لعبة جديدة. والله ما هي لعبة جديدة. مهم يا جدعان، اول لعبة ليا في القناة ديت اسم اللعبة هاي سكول 101. هسيب لكم رابط التحميلة في الوصف، اللي عايز يجربها بيلعبها زي ما انا لعبتها. يعني هي لعبة صراحة جدا جامدة. مهم يا جدعان، اللعبة دي عبارة عن ايه؟ اللعبة دي عبارة عن اللي احنا عندنا مجموعة من الطلاب، هي كلها غش من الاخر. مهم يا جدعان، اللعبة دي عبارة عن مجموعة من الطلاب، الطلاب دي بيكونوا قاعدين فرقين في حتة، وفي مراقب عليهم. المراقب ده المهم هو يكون مراقب عليهم، بحيث انا لازم انا اغش الطلاب كلهم، اخليهم يغشوا من بعض وينجحوا، غير المراقب ده يشوفني. واللعبه امتحان بس في دقيقة ونص يا جماعه. يعني متوقعين تكتبوا تحت في الكومنتات ان انا ممكن اكسب ولا لا؟ هي ما انا ما فيش امتحان اصلا في دقيقه ونص يا جدعان، عامل ونص ده. المهم من غير لا كتير، يلا نبدا الفيديو. معلش يا جدعان، في بره زفه بره. المهم يا جدعان، دي واجهه اللعبه قدامكم اهي. اللعبه اسمها فوق هي، ما اللعبه موجوده اصلا، هاي سكول 101. انا ساكن مسترد. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا جدعان، عندنا الطلاب دول، عندنا اللي يبحث، وعندنا اللي يرفع ايده عشان ننهي اللي واقف دوت لما زخزوه ده مش عارف ليه. المهم هنبحث. عندنا الطالب اللي بيحصل هو اللي يغششهم كلهم، دي اول مرحله، اكيد لازم تكون مرحله سهله. اهو دي اف، اهو ده كده نجح تاني. يا رب كده، كفو كفو، ارفع ايدك ارفع ايدك ارفع ايدك ارفع ايدك. ايه يغشش ده؟ احيي. طب انا هوصل لده ازاي؟ اوه كويس والله. ده عنده طاره ورقيه اتحذف. اتبعت لده. خلصنا اول مهمه، خلصنا مهمه جدعان، نجحتهم كلهم. مكان خمسه، نجحت الخمسه كلهم. المرحله الثانيه، يا رب تكون المرحله الثانيه تكون فعلا سهله. المهم جدعان، اللعبه دي اصلا المشكله، اللعبه دي اول مره العبها قدامكم، يعني دي اول مره العبها قدامكم. واو ايه ده، عندنا ودقيقه ونص كمان. عندنا جدعان اتنين يبحثوا، ده يبحث وده يبحث. يا ربي ده لازم انجز. ما يغركوش يا جدعان الشكل، يا جدعان اللعبه صعبه جدا. ايوه خليك بره خليك بره. كشفوا كشفوا ايه اللي بنانا؟ ايه ده؟ بيقول لك بنانا. نغش مش خد 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 خد. الحمد لله كده نجحوه. ده يتعمل كده. تعالى تعالى تاني تعالى تاني تعالى تاني، انا مش هسيبك وربنا بس هيبك. خد ورع يا ورع، ارفع ايدك. ابعد من هنا ابعد من هنا. امشي 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 يا كلب. مفيش حد يرفض رجله هنا. ايد من الطاوله. اقعد 30 ثانية. اوه ده يبعت طيارة ورقية. والله كف والله كف. ابعت للي هناك دول. يا رب لا شافني. خسرت. يا رب كلهم صاتوا احسن. يا غشاشين يا غشاشين. الله عليا 3 من 11. entrance for any or another source. لا يا جدعان بجد صعبه قوي. طيب المره دي بقى انا ايه، هنشغل الذكاء بتاعي الخارق. نسرع الاثنين هيبحثوا، الاثنين بحثوا. نايس نايس نايس. الغش ده خد 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 خد. كويس الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نايس 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 نايس. خد هنا خد هنا خد هنا بس.
شوف بقى غرفة الهجرة انت راح فين. ايش ده؟ تمام دلوقتي احنا غشنا ده. يا خارة ما يكونش في حد سامعني بس 31 ثانية 31 ثانية كويس 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 حتى الآن كويس. الموز بيعدى الموز بيعدى. ما تجيش يا كلب هنا انت يا كلب يا بنتي الكلبة انت انت كلبة انت حطيت لي حلقة في ودانك ولا فين ده؟ ايوه غرفة ده نايس فيري نايس. ناو المهم ده يغش ده. اوه 10 ثواني 10 ثواني 10 ثواني 10 ثواني 10 ثواني. والله العظيم غششت ناس كتير يا جدعان وربنا غششت ناس كتير. والله العظيم غششت ناس كتير. كام واحد؟ اثنين ثلاثة اثنين. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. افيرج يس 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 نكست ليفل. المهم يا جدعان اللعبة فعلا صعبة اوي ده. اوووه دي نص احي مالو ده حاطط ايه على ودانه ده؟ ايه ده؟ ده حاطط ايه ده؟ زي ما تبعد ده بسيرش. طب كويس 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 كويس. هو فين اللي بيبحث تاني؟ يا رب اهو ده بيبحث كمان شافني. ابحث خسرت لعبة غبية لعبة غبية. ليش يا جدعان المحاولة دي المحاولة الجاية وخلاص كده من الفيديو. غرف ده يا بقى يا جدع بقى بيرشوا زي ده كده لازم يعني تتقاطعوا في مكان واحد. ايوه 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 لا لا شافوا شافوا انت مش شايف بتشوف انت ازاي بتشوف انت لما اجي ماشي طبيعي ده هيغشش ده. يا رب ما يجي مدرس الغيث ابن الغيث ده. يا رب ما يشوف نايس وش ده. يا رب ما يجي يا رب ما يجي يا رب ما يجي يا رب ما يجي يا رب ما يجي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله كويس قوي حتى الان. يا رب ما يجي من هنا. ماشي 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 كويس قوي حتى الان. غشش شافني يو اسلام انا غبي وربنا انا غبي. ركزت في العملاق وسبت اللي قدام. خسرت اوريدي خسرت خسرت. اساطير اخر محاولة يا جماعة الجاية وخلاص كده لازم الفيديو عشان الفيديو طويل اوي. رب جعان كل جيم كويس. سيرش 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 لا سيرش يا رب ما يشوفني مش عارف بس نجح. لا راسك في واحد بيسرش هنا احلى لو شافه. لا خلي الجيم ليت مكان لا المدرس علق لا ده شافني. امشي شو يا مدرس مدرس غلط. لا
ده انتوا ولاد حلوه يا زفت حي الله انقذ. شافنا نجح. اوه انت نجح. ماشي 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 ماشي. غروف داهية تاخدكم. يا ولاد ستاند روز وكل حاجه باظت. المهم يا جدعان انا مش هكمل اللعبه الغبيه دي. المهم اللعبه هسيب لكم رابطها تحت في الوصف، اللي عنده صبر ينزل يلعبها يعني، اللي عايز يحملها يعني. المهم يا جدعان كده وصلت الفيديو، ربكم مش عجبكم اتمنى 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 تعملوا لايك، تعملوا لايك هنا لايك اهو، تعملوا سبسكرايب وتشتركوا في القناه. القناه ممكن الصوره تطلع هنا او الصوره تطلع. المهم هتشتركوا في القناه اوكي يعني عامه، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، عشان الفتره الجايه ان شاء الله انت هعمل فيديوهات كتير، واحب اقول لكم ان انا بنزل تحديين، تحدي اعرف مشهور وتحدي اكل لوحدي، تحدي ممكن ينزل. وبالنسبه للي بيسال عن ديت دي ليها قصه اصلا هبقى اقولها لكم بعيد، هبقى اقولها لكم كمان يعني شويه كده. المهم القصه ديت الحلقه الجايه احتمال ينزل 10، لا بلاش 10 حقائق عني مش دلوقتي. المهم احتمال الحلقه الجايه تنزل تعرف حد يعرف مشهور او تحدي، او تحدي الاكل اللي انا عملته. بس تحدي الاكل ايه بقى؟ جايب اكل يعني واكل لوحدي، بس اكل كتير يعني بالنسبه لي، بالنسبه لكم مش عارف بقى على حسب اعدادكم. المهم كده وصلت في رب مش عجبكم اتمنى اتمنى تعملوا لايك. انا قلت احيي ده بقى ده معلش يا جدعان. ويلا ناقص ايه تاني؟ حملوا اللعبه. سلام سلام.